مرحبا، اهلا وسهلا بكم. انا المهندس عبد الله سليمان، مسؤول التطوير والدعم الفني بمنطقة الشرق الأوسط بشركة سيمينز باير. راح نقدم لكم اليوم نصيحة زراعية بموضوع مهم وشيق، وهو أهمية توازن السماد النيتروجيني بمرحلة التأسيس لمحصول الطماطة. وأهمية هذا التوازن هو المحافظة على مجموع خضري جيد، وذلك للاستمرار بالمجموع الزهري والثمري. ومن هنا تكمن أهمية عنصر النيتروجين كعنصر غذائي أساسي لإنتاج صبغة الكلوروفيل والأحماض الأمينية والتي يحتاجها النبات لتكوين المجموع الخضري والمتمثلة بعملية البناء الضوئي. وبذلك تكمن أهمية تسميد النيتروجين بكميات مناسبة حسب احتياج المحصول وحالة النمو بما يلائم المنطقة الزراعية وتاريخ الزراعة. والهدف من هذه التوصية هو تحقيق الاستفادة القصوى من القدرة الإنتاجية للمحصول، وتحديداً العقد العالي تحت درجات الحرارة المرتفعة نسبياً. وخلينا نشوف مثال على زيادة استخدام النيتروجين ولفترات مطولة من عمر النبات، اللي بيؤدي إلى تأخير عملية الإزهار، وبالنتيجة الإخلال بين المجموع الخضري والزهري، وبالمحصلة عدم الحصول على الإنتاجية المثلى من المحصول. وهنا نود لفت انتباهكم للأخذ بهذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من أصنافنا المميزة والجديدة مثل صنف طماطة 7002. تابعونا للمزيد وشكراً.